أبنائي وبناتي، طلبة وطلبات، مرحبا بكم في مستر ريتشارد ألبرت. النهارده بإذن الله هنبدأ سلسلة جديدة من القواعد. هنبتدي المرة دي بزمن Present Simple Tense. هنشرح زمن المضارع البسيط النهارده. يلا تعالى نشتغل مع بعضينا. Present Simple Tense، زمن المضارع البسيط. أول حاجة هتكلم عليها الفورم. فورم يعني إيه يا جماعة؟ يعني الشكل. اسمه ايه؟ الشكل بتاعه، شكل الفعل بتاعي اللي هو السبجكت الفاعل والفيرب الفعل والاوبجكت المفعول. طبعا كلنا عارفين ان احنا لما يجي نكون جمله انجليزي ببتدي بمين؟ بالسبجكت. سبجكت يعني ايه يا جماعه؟ فاعل الجمله. يعني ايه فاعل الجمله؟ يعني الشخص اللي عمل الفعل، بيكون احد الضمائر دي او اللي بيعادلهم اي او وي او يو او زي او هي او شي او ات. يعني ايه يا مستر يعادلهم؟ يعني انا ممكن الاقي الفعل بتاعي ات، ممكن الاقي زكات، ممكن الاقي الفعل بتاعي شي، وممكن الاقي الفعل بتاعي منى، او ممكن الاقي الفعل بتاعي هدى. بس ما ينفعش طبعا اقول منى شي ولا شي منى، يا اما منى يا اما شي، يا اما كات يا اما ات. طب وهي؟ اشيل هي واحط مكانه علي، علي بيساويه. طيب زي يعني ايه زي؟ اي اتنين من دول يبقوا زي، اي اتنين من دول يعني هي وهي يبقوا زي، شي وشي يبقوا زي، ات وات زي، هي وات زي، شي وات زي، اي اتنين من دول يبقوا ايه؟ يبقوا زي. يبقى اي اتنين من دول مع بعضهم يبقوا ايه؟ زي. اقول منى عند علي اللي هي بتساوي زي، منى عند هدى بتساوي زي، علي عند احمد بتساوي زي، زكاة عند دوك بتساوي ايه؟ زي. تمام. طيب وي يعني نحن، اي حد من دول وانا اي تبقى وي، منى اند اي تبقى وي، علي اند اي تبقى وي، زكاة اند اي تبقى وي، واي ما فيش حد بيساويني، ويو لو شلتها تبقى جمله الامر. طيب يبقى ده اول خطوه عندي في الايه؟ في الزمن بتاعي اللي هيبقى الايه؟ الفاعل بتاع الجمله بتاعتي. طيب ما ايه مضارع بسيط؟ الفعل بقى شكله عامل ازاي؟ ده اللي هيتغير من زمن للتاني، هيتغير من زمن للتاني. الفعل هو اللي شكله هيتغير. الفعل بتاعي النهارده في المضارع البسيط اي وي ويو زي بياخدوا مصدر الفعل. انا عارف اي فعل ليه اربع اشكال في الانجليزي، اي فعل ليه اربع اشكال في الانجليزي. الانفينيتيف اللي هو المصدر، والبريزنت المضارع، والباست الماضي، والباست بارتيسيبل التصريف الثالث. انا هتكلم النهارده على البريزنت اللي هو المضارع، زمن المضارع البسيط. المضارع بتاعي مع اي وي ويو وزي بيجي عليهم ايه؟ مصدر الفعل، من غير ولا اس ولا اي دي ولا اي ان جي، زي كلمه بلاي. طيب انا مستر مش عايز اقول انا العب، عايز اقول انا ما العبش، خلاص بدل ما نقول اي بلاي قول اي دونت بلاي. وي بلاي وي دونت بلاي، يو بلاي يو دونت بلاي، زي بلاي زي دونت بلاي. تمام. طب يا مستر لو عايز اجيب فعل مساعد تاني زي كلمه هاف، طب ما هاف فعل مساعد، ايوه على عيني وعلى راسي، بس هاف اللي انا حاططها دي مش مساعد، ده فعل اساسي. عرفت منين يا مستر انه فعل اساسي؟ ان ما جاش بعديه تصريف ثالث. اذا ما يجيش بعد تصريف ثالث يبقى فعل اساسي، يبقى ينفي بدونت. ينفي بايه؟ بدونت. يبقى هاف يعني يتناول او لديه او عنده، اي هاف لانش، او نفيها اي دونت هاف لانش. طيب مع هي وشي وات يبقى شكله عامل ازاي؟ بياخد الفعل في اخره اس، بياخد الفعل في اخره ايه؟ اس. او ممكن كمان يبقى الفعل في اخره اي اس. طب يا مستر امتى احط في اخر الفعل بتاعي اي اس، وامتى احط في اخر الفعل بتاعي اس؟ من عندي حاجتين اهم، امتى احط اس وامتى احط اي اس. اي اس لو كان الفعل بتاعي اخره اس اتش او اس اس او اس او اكس او 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 سي اتش او اي او زد. طيب يا مستر الفعل بتاعي كان اخره واي، احطها اي اس، بس خد بالك خد بالك من ايه؟ ان الواي بتاعتي يكون قبليها حرف ساكن مش متحرك، لان الواي لما كان قبليها حرف متحرك زي بلاي خدت اس بس، لكن لما كان قبليها حرف ساكن تاخد تحول اي اس. تمام. طيب النفي بتاع بلايز ايه؟ دازنت بلاي. اوكي. طيب يا مستر النفي بتاع هاز تبقى ايه؟ خد بالك دي اللي بتيجي كل سنه في الامتحانات، هاز تبقى دازنت هاف، تبقى دازنت ايه؟ هاف. ليه يا مستر دازنت هاف؟ ما انا بحط يا جماعه تونت ودازنت
وبعديهم مصدر الفعل. الفعل بتاعي اسمه هاف، doesn't have. يبقى عندي خد بالك الاثبات اسمه هاز لكن نفي اسمه ايه؟ doesn't have. الاوبجكت ثابت في اي مكان زي كلمه فوتبول او لانش. اقول مثلا I play football, we don't play football, او he plays football, it has lunch, او it doesn't have lunch. نقول قطة خلت غدا او ما خلتوش، مش عارف ولا حرام. ده شكل الجملة بتاعتي. طيب انا مستر انت وانا بحل، اخد الشكل ده في الاختيارات. انا امتحاننا دلوقتي الدولة، مركزة ان كل امتحان بتبقى اختياري، وطبعا لازم اعرف امتى وانا بختار هاخد بلاي او دونت بلاي، ولا كنت هاخد شكل الماضي والماضي المستمر اللي هنتكلم عنهم بعدين، اتبقى لمين للكلمات الداله. يبقى انا مش هاخد الشكل اللي قدامي ده في الجمله الا اذا كان عندي كلمه من كلمات الايه الداله، اللي هي زي كلمه always, usually, sometimes, often, whenever, every, every ايه every day, every month, every week، الاخ هذا الكلام. تمام؟ يبقى ده قلنا الشكل بتاعه وكلمات الداله. في حاجه مهمه، امتى بقى استخدم المضارع البسيط؟ ده كلام مهم جدا. انا امتى اقول اي بلاي فوتبول؟ ما يمكن يجيب لي اي بلاي وام بلاي جنب بعض ويسيبهم لي. اختار ايه؟ امتى اختار اقول اي بلاي وهي اللي صح؟ لو كانت الجمله بتاعتي بتعبر عن حقيقه ثابته يبقى مضارع بسيط. لو كانت الجمله بتاعتي بتتعبر عن روتين يومي، حاجه بتحصل كل يوم، عاده بتحصل باستمرار، يبقى روتين ايه؟ يومي. لو كانت الجملة بتاعتي بتعبر عن مواعيد القطارات والأتوبيسات ووسائل المواصلات كلها، يبقى عايز مضارع بسيط. لو الجملة بتاعتي بتتكلم على وسائل الإعلام وفي عندي مسرحية بتيجي الساعة كذا، رايحين المسرح، رايحين نتفرج على فيلم في السينما، بتيجي الساعة كذا، تاخد مضارع إيه بسيط. عايز أقول ذا ترين، ذا ترين القطر بيصل الساعة 5 تومورو، أقول ذا ترين وول أرايف ولا arrives؟ هتاخدها arrives مضارع. ليه يا مستر arrives؟ ليه قلت ذا ترين arrives مع انك بتقول في اخر جمله tomorrow؟ قلت arrives عشان مواعيد المواصلات ثابته ما بتتغيرش، هتتعامل مع معامله المضارع الايه؟ البسيط، برغم ان انا كلامي عن المستقبل بكره. يبقى كده احنا عرفنا الاستخدام اليوسج. نخش بعد كده على حاجه مهمه جدا. عندي في احيانا سؤال واجابه. السؤال والإجابة إزاي؟ يا إما شكل السؤال بهل، يا إما كلمة استفهام. ناخد أول جزئية، السؤال أبو إيه؟ أبو هل. أنا بسأل طبعًا على أي ووي ويو زي بإيه؟ بدو. لما أقول لك دو يو بلاي فوتبول ترد عليا بيس أو إيه أو نو. بس يس ليها شكلين، يس أي دو أو يس أي بلاي فوتبول. فين دو؟ ما هي دو يا جماعة بتخش في بطن الفعل بتختفي في الإثبات. يبقى يس اي بلاي فوتبول. ينفع يا مستر اقول يس اي دو بلاي فوتبول؟ ينفع في ثانوي بس لما تكون متاكد على المعلومه بتاعتك، قبل كده تحسب لك غلط. طيب نو اي دونت لما اجي فيها، او نو اي دونت بلاي فوتبول. انت خد بالك انا حولت يو الاي، او ممكن تتحول لوي كمان، ممكن تحول يو الاي او ايه او لوي على حسب الايه الفعل المخاطب قدامك. ممكن احول اقول وي دو بدل اي دو، تمام؟ بس انا هذا قلت ايه على حسب المخاطب، كان مفرد تحول يقول اي، لكن لو كان المخاطب جمع تحول يقول ايه لوي. طيب دو زي درينك تي، يي زي دو، او يي زي درينك تي. ينفع اقول يي زي دو درينك تي؟ ينفع في ثانوي بس. فين؟ في حاله التاكيد، مش في كل الحالات، في حاله التاكيد على الجمله بتاعتك. او نو زي دونت، او نو زي دونت درينك تي. طب لما اجي اسال بدز بقى، خد بالك من الحته اللي جايه دي مهمه جدا. Does he play football؟ خد بالك انا دايس does وبلاي في المصدر. لما اجي اجاوب قلت yes he does عادي، قلت yes he plays football. ليه بلايز؟ جبت الاس دي منين؟ من does. does جت هنا في اخر ايه الفعل. yes he plays football، او no he doesn't، او no he doesn't play football. طيب does he have lunch؟ هل يتناول غذاء؟ خد بالك من الحته اللي جايه دي، سالت على هاف بدز وهسال عليها دو بدز عادي. ليه؟ مفيش بعدها تصريف ثالث. Does he have lunch؟ Yes he does، أو yes he has lunch. Does he have بقت has، does he have بقت ايه؟ has، أو no he doesn't، أو no he doesn't have. بيتعطسك فيها كتير، بيقول له ايه؟ تبقى عايزة has، ده يا أخويا دي فيها doesn't قبلها، تبقى عايزة المصدر. خد بالك من الجملة دي في الاختياري، بتيجي كل سنة، خد بالك منها، تمام؟ خش على كلمة الاستفهام.
اللي هو في الاستفهام هو ايه زي كلمه وات على الاستفهام وات داز هي بلاي يبقى نزلت هي الاول بقت هي وداز هو بلاي دخلوا مع بعضيهم طلعوا لي بلايز وحطيت الاجابه ايه فوتبول لكن قلت وات داز هي دو قلت هي الاول وداز هو دو يديني اي فعل في المضارع يبقى صح مش لازم درينكس ممكن اقول داز هيز وورك ممكن اقول درينكس سي اقول سبيكس انجلش اذا مداك دو هنا اهو بيديك الحريه تختار الفعل على عجب بعينك اللي انت حافظه طيب اداني بلاي لا بلاي لازم ترد ببلاي وقفل عليك السكه كلها يبقى على حسب الفعل اللي اداهولك هترد بيه اداك دو قال لك يا حبيبي الفعل اللي انت عارفه اكتبه تمام طب لو هسال بقى اوفن هاو اوفن دي يو بلاي فوتبول كم مره هاو اوفن ليها اجابتين يا اما ترد بالكلمات الداله اللي فوق اللي هي اولويز سام تايمز اوفن يوجوالي يا اما ترد وانس او توايس ثري تايمز بس في فرق خد بالك لو ترد باولويز سام تايمز اوفن يوجوالي يجوا قبل الفعل تمام يجوا قبل ايه قبل اي فعل لكن بعد ام ويز واخ اقول اي بلاي فوتبول once or twice or three times a day a week a month a year once يعني مرة في في اليوم ولا في الأسبوع ولا في الشهر ولا في السنة طيب يا مستر لو بدل ما جه كلمة always sometimes always whenever والحاجات دي جيت أنا بدأت بيهم الجملة لو بدأت جملتك ب always ولا never يجي بعديك المصدر الفعل كأنه بيقول لك always play football طيب في حاجه كمان في حاجه كمان او علي وكما يعني يا علي يعني علي قدامي يعني انا بتكلم مع علي يا علي كما بلاي يعني علي العب كوره فعل امر تمام في كمان ملحوظه تانية مهمه خد بالك منها كلمه don't يا جماعه بتساوي never يعني ايه لما اقول I don't play اشيل كلمه don't واحط مكانها never بيساوي never play طب هي doesn't play بتساوي ايه؟ احنا اتفقنا ان don't بتساوي never تعال نعمل شغل رياضه ونشيل الدو والنوت يفضل لك ايه never الاس وديها فين؟ يبقى اخد فعل يبقى هي never plays عشان بتيجي في الاختيارات بعد القوسين plays واحط لك doesn't اول واحد اقول له لا يا اخويا شيل الاس وانا اخد doesn't انا عايز ايه؟ انا عايز never تمام؟ طب فيها بتبي فيها بتبي في المضارع حكايته ايه ده؟ ده فعل تو بي هو معنى كلمة كان الايه التامة مش الناقصة التامة اللي هي ايه كانت تامة اللي هي بيجي بعدها صفة اللي هي بتعمل عملها اقول هي از هابي هي از ايه هي از هابي لما اجي فيها احط از نوت تبقى از نوت طب اجيب داز ودونت ازاي اخبط على الباب دو وداز وديد ولا اي حد من الجماعه دول وانا عندي اسم الجمله ولا ام والارض دي دول شغشيح يا جماعه انتوا واخدين بالكم ان ام واز وار شغشيح احنا عارفين اي ام وهي از وشي از وات از وي ار ويو ار وزي ار فيرب تو بي لما اجي ام في احط له نوت هي از هابي هي از نوت هابي اسال سؤال از هي هابي تقول لي يس هي از او يس هي از هابي او نو هي از نوت او نو هي از نوت هابي طبعا عارفين are you I am او ايه او we are عاوزين الكلام ده صم طبعا قبل كده يبقى احنا ده كان المضارع البسيط هسيب لكم شويه جمل كده بسيطه طبعا ده الواجب بتاعنا هتحلوا معاك المره الجايه ما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناه باي باي نشوفكم المره اللي جايه